رقم في رتبة التمكين ما رقم وقد جمع الشريعة ختمها بتحسين عظيم بحول الله لا يقدر علينا وستر
ولا فيك عطف علينا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليه يا يا منى في خير عيش وأنا نحمد الله كل قد بلغ ما تمنى ذي ليالي الصفا محسن ليالي المصافى ذي ليالي بها السلوان دار حميا قد نشقنا بها من سيد الرسل غيا اتصلنا بسره حين أشرق محيا جمع فينا اجتمعنا به وفزنا برؤيا جمع فينا ظهر وصفه وراء اسمه ومعنا سعد من قد حضر ذا الجمع يهناه يهنا يا سعادته في الدنيا وبشراه في أخرى من جزيل العطاء عين العنايات ترعى من حضر فيه لا شك انه سعده مولاه كل راجي بلغ من فضل ذا الجود رجوا والوسيلة لنحمد واسع القدر والجاه غني أحمد بذكر اسمه وكرر سجايا غني يا باب